أنا بس أكيد في المغرب ليه صدى، أكيد المغرب برضو في الجديد حنطير إحنا معاكم من امبارح الحقيقة ثانية بثانية، وشفنا امبارح الزميل مهيب عبد الهادي على الحياة الأولى الساعة 11 ربع في رسالة يومية، يعني امبارح الحقيقة مغطي لحظة بلحظة من هناك. معانا برضو الزميل مهيب عبد الهادي من استاد أغادير، والجديد عنده والصدى قرار إحالة مخالفات مجلس الأهلي إلى النيابة. مساء الخير يا مهيب. مساء الخير يا كابتن سيف. اتفضل معاك، اتفضل سامعك. هو انت تعب نفسك ليه؟ مفيش فايده؟ يعني بتتكلم، احنا ما بنعلقش يعني كابتن سيف. كابتن شوقي غريب هو دلوقتي الماده الدسمه لكل البرامج، فان كل البرامج بتقطع وبتتكلم، سيب الناس تتكلم لحد ما تتعب وتسكت، لكن احنا ما نعلقش على حد خالص. يعني ما فيش حاجه في مصر، لا فيش دوري، ما فيش كوره، ما فيش في كابتن شوقي غريب دلوقتي، فسيب اللي يتكلم يتكلم. يعني احنا فاهمين وراجل فاهم والمفروض ان انت فاهم، فسيب اللي يتكلم يتكلم، وعارفين الغرض من الكلام ايه وعارفين الاهداف ايه، فاحنا فاهمين وعارفين. فما توصلش نفسك ان انت تبقى متضايق وتعبان، بالعكس خليك عادي خالص ونتكلم في حاجه تانية خالص خالص، وخلي الناس تتكلم في حاجه تانية. احنا يعني فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، لكن خليني اقول لك ان انا من استاد اغادير في مدينه اغادير ومباراه الافتتاح، وبكلمكم يمكن دي الصوره. كان في مشاكل كتير جدا جدا النهارده، في عاصفه هوائيه يمكن اطاحت بكل الترتيبات الافتتاحيه لمباراه الرجاء واوكلاند سيتي. يمكن حماده شادي جوه بيشد في شعره، كل حاجه طارت، الماكيت اللي حوالين التراك طار، الاعلانات طارت، كان في عاصفه وهواء كبير جدا 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 النهارده. يمكن اتحسنت بعض الشيء دلوقتي وكله بقى يعني دلوقتي تمام، الدنيا ابتدت تتظبط والبروفات شغاله جوه دلوقتي. وانا حبيت ان احنا ناخد اجواء استاد اغادير من الخارج، ده الاستاد اللي هتقام عليه مباراه النادي الاهلي ومباراه اليوم الاهلي مع جوانزو الصيني، والنهارده الرجاء مع اوكلاند سيتي. النهارده كان في مؤتمر صحفي الصبح حضره الكابتن محمد يوسف والكابتن وائل جمعه، وكان في اسئله كتير جدا للكابتن محمد يوسف ان هو ما بيلعبش دوري، ما بيلعبش يعني في الكاس، ورغم كده حصل على بطوله افريقيا، وقال ده هو الاهلي متعود على كده يمكن من السنه اللي فاتت، لكن حاله اللعيبه بعض الشيء الموضوع بيروح ويجي يا كابتن سيف. في بعض اللعيبه بحس ان هي مخنوقه، يعني في حاجه كده. اكيد كابتن محمد يوسف له دور كبير جدا على تهيئه اللعيبه لمباراه جوانزو الصيني، وخاصه ان في اجتماعات دوريه ما بين كابتن محمد يوسف وبين لاعبي النادي الاهلي بتدار يوميا، لكن خلاص احنا دخلنا في المراحل الاخيره او المحطات او الساعات الاخيره لمباراة جوانزو الصيني، واليوم هو افتتاح هذه البطولة، واحنا من استاد اغادير بحاولنا نقول لكم هذا الحدث. فريق الاهلي بيتمرن الان، عايز اقول ان فريق الاهلي مش هيتمرن على ملعب المباراة زي وزي جميع الفرق، يمكن دي من الحاجات اللي كانت قابلت مشكلة كبيرة داخل بعثة النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين، ان هم مش هيتمرنوا على ملعب المباراة. لكن مش الاهلي بس، هو كل الفرق النهارده الرجاء واوكلاند بيلعبوا في استاد اغادير، لكن ما تمرنوش على الاستاد، لان الاستاد ما يستحملش ان يبقى فيه تمرينتين للفريق وتاني يوم مباراة. لكن برغم كده ملعب المباراة ملعب كويس جدا، والاجواء هنا جميلة، ابتدت الشمس تطلع. لو يعني هتقولنا المنظر الاستاد كده نمشي مع الساده المشاهدين، ده منظر استاد اغادير، يمكن استاد رائع جدا محظوظ بعض الشيء، جنب يمكن جبال كده موجوده حوالينا هنا، لكن الجو جميل جدا، جو كوره باستثناء العاصفه اللي هبت النهارده وكانت الهواء فيها كتير جدا جدا جدا. مهيب معلش، يعني انت كنت برضو موجود مع الاهلي في اليابان في بطوله كاس العالم للانديه العام الماضي، وموجود النهارده في المغرب، قول لي الفرق بين التنظيم، يعني انت شايف
خلاص يعني البطولة هتبتدي النهاردة. التنظيم كان في اليابان عامل ازاي؟ في المغرب عامل ازاي؟ مستوى التنظيم ازاي؟ نفسية او ادارين او مجلس ادارة نادي الاهلي رأيهم ايه في التنظيم؟ مبسوطين؟ لان انا امبارح كنت سمعت يعني كلام واحاديث عبر المواقع ان مسؤولي نادي الاهلي بيقول ان التنظيم مش على مستوى التنظيم في اليابان. بالفعل يا كابتن سيف كان الكلام ده بيدار منذ اليوم الاول في المجيء في المغرب. يعني المقارنه ظالمه، يعني لما تيجي تقارن اليابان باي فرقه بتنظم كاس العالم للانديه فالمقارنه تبقى ظالمه بعض الشيء. اليابان ليها خصوصياتها وليها تنظيمها وليها اجواءها وليها حاجات كتير جدا، واللعيبه كلها كانت متعوده، يعني لعيبه الاهلي كلها متعوده على اليابان في الاربع سنين اللي فاتوا. فما تيجي في المغرب اكيد في فرق حاصل، وده اللعيبه بيتكلموا مع بعض. يعني اول ما وصلنا مطار اغادير اللعيبه بتبص لبعض، يعني عم كان اليابان 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 في الفندق، يعني اليابان اليابان التنظيم. لا يعني في فرق كبير، اللعيبه بتقولوا ان اليابان طبعا الموضوع كان مختلف تماما، لكن على يعني على قد كدوله عربيه افريقيه بتنظم بطوله الانديه اعتقد ان الموضوع مقبول، يعني الموضوع مقبول. التنظيم خاصه في الاستاد النهارده كان بشكل منظم جدا، زي ما انت شايف مدخل الاستاد ده المدخل اللي بيدخل منه جماهير المقصوره الرئيسيه، كان في البريس النهارده للنادي الاهلي اللي هو المؤتمر الصحفي، كان في ما حدش بيخش الا بالاكريديتيشن المفروض المعمول للصحافه والاعلام. لا يعني في بعض الايجابيات وفي بعض بقى السلبيات بقى، يعني ملعب المباراه الدنيا مفتوحه شويه، يعني حاجات اعتقد ان الفرق الكبير اللي بيحسه لعيبه النادي الاهلي ان اربع سنين متتاليه بيلعبوا في مكان اللي هو اليابان ومره واحده لعبوا في المغرب، فاعتقد الكلام ده لازم يبقى موجود وطبيعي جدا ان هو يبقى موجود يا كابتن سيف. يعني الجمهور هنا برضه بيتساءل يا مهيب، يعني انت معودنا دايما انك بتلبس ماركه واحده، غيرتها امبارح رجعت لها النهارده، وبعدين شايف وشك قافل النهارده، ايه الموضوع بقى؟ الايه؟ انا يعني الجمهور هنا بيتساءل، انت متعود تلبس ماركه واحده بس، يعني دايما متعود تلبس ماركه واحده، امبارح غيرتها رجعت لها النهارده ووشك كان شكله قافل، في حاجه معينه ولا ايه؟ لا لا خالص يا لذينه والله، لا والله خالص، لا لا انا بغير بقى خلاص، انا بغير يعني كل يوم حاجه كده، يعني فكل يوم هتلاقي فيه جديد. لكن بس النهارده كان يوم صعب لان بنطلع الايدات، يمكن من الساعه احنا موجودين هنا في استاد اغادير يمكن من الساعه 8:30 9 صباحا، ويعني ما رضيتش ان احنا قلت لازم ناخد اللايف بتاعنا واحنا معاكم على الهواء مباشره من امام استاد اغادير عشان نعيش المشاهدين اجواء الملعب ودخول الملعب، وان شاء الله هنكون معاكم برضو من تدريب النادي الاهلي ومن مباراه النادي الاهلي، وايضا كواليس مباراه اوكلاند والرجاء، وايضا كواليس وصول باير ميونخ الى المغرب والى اغادير. معاكم لحظه بلحظه كابتن سيف ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الزميل مهيب عبد الهادي. جميع الكواليس في المغرب حتى لو فرقه راحت مش مشاركه مهيب هيغطيها من المغرب برضو ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الزميل مهيب عبد الهادي.